احلى شيء انك تجي تتقهوى وعندك اسامه. هلا وسهلا. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ نورني يا اسامه. يا حبيبي بنورك. اسامه سمعت عنك كثير. يا حبيبي. واول مره اشوفك. يا حبيبي. صراحه. الله يسعدك. يقول انك فكيت ازمات. صح ولا لا؟ مره. صح؟ احنا حيين المشاكل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا فكيتوا ازمات الناس اللي يواجه مشاكل في الدراهم. اللي ما يبي يدفع. بيض الله وجهكم. طب نبدا نسولف عن الموضوع، نبدا ندخل على طول. طبعا اتوقع اغلبكم عرف هذا البراند. طبعا تابع لاسامه ما شاء الله تبارك الله. وش النكهه بس اللي تبيها؟ وش الريحه اللي تبيها؟ اي عطر تبيه. صح ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحين بتكلم عن ارقام، بسالك ترى عن مبيعات قدامك كل شيء، او بسالك عن كل شيء مره. خلينا نحطه بس نرجع مكانه. جونا او جانا ولا كيف ينطق اسم البراند؟ جونا روز. أيه. حلو. بلهن عندي سؤال. وسؤال مره مهم. الله يعني. لانك ترك صدمتني، بس ابي المتابعين يسمعون. كم عدد موظفين اللي عندك؟ تقريبا 28 في 29 موظف. 28 موظف تقريبا. 28 بالضبط. ما شاء الله تبارك الله. كم عدد موظفين؟ 28. بس معليش اعمارهم؟ انا عمري 19 سنه. انت المالك. طيب من اصغرهم. اكبر. ما شاء الله تبارك. اكبر موظف عندنا عمره 21 سنه. كلنا شباب وكلنا سعوديين. يعني هاي طريقكم هو الشايب يعني عمره 21 سنه. هذا العود حقنا. والله ما شاء الله تبارك الله. وطلعتوا براند يعني ما في واحد اثنين. لا، و168 منتج عندكم. 168 منتج دارتها كامله عندنا ما شاء الله تبارك الله. يعني أي مشاكل تواجهها في العطورات، تبغى أي عطر موجود عندهم. كل العطورات إن شاء الله. ما شاء الله تبارك. كلنا في بداية أي مشروع لازم دراسة جدوى، دراسة بزنس. طيب أسامة، حلو سهل. سويت دراسة بزنس؟ دراسة من ألف إلى ياء. سويت دراسة كاملة؟ دراسة كاملة، بس في شيء مو بكامل. ها وشو؟ ما كمي رأس مال. ما معك دراهم أبدا؟ ما صبر. طيب حلو تسلفت يعني؟ تسلفت 70,000. حلو. 20-21 ب70,000 ريال. ومتى سددته؟ سددته تقريبا أول إعلان من بكرة. على طول من الإعلان؟ على طول تسلفت، على طول أحرق بسرعة بكرة. عشان تخلص. سريع. تعجبني والله. أنت تعجبني. أيوة والله الحمد لله. طيب لو تقلنا إنه بتكلم عن المبيعات. نقدر نتكلم عن المبيعات؟ نتكلم عن المبيعات. نبدا فيها؟ يلا نبدا فيها. بسم الله. نقول بسم الله. وينها؟ الحين نحطها. يلا. شوف جايب خريطة وجايب شغل مرتب. تفصيل لك احصائيات 100%. يلا قول بسم الله نبدا. وصلنا الصالة. ها شو صلت؟ وصلنا العالم. ما شاء الله تبارك الله. هنا منطقة الرياض. حلو. احنا الحين بشمال الرياض. حلو. اصدمك وين وصلنا؟ وين وصلتوا؟ شفت لو تحط قزازة. حلو. وين نوصل؟ وين؟ ما ودي اتكلم عن رقم، بس من الرياض من بيتكم. حلو. لين نمشي من هنا، قرب شوي. من هنا. من الرياض. من شمال الرياض هنا. ايه. امشي 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 امشي. خلي السعودية راح. وصلنا البصرة. هذا لو. هذا اللي بعناه. وصلتوا البصرة مبيعات. سنة ونص. لو تحط العطور قطعنا 856 كيلو، لو تصف عطر. ما شاء الله تبارك الله. من الرياض للبصرة. دقيقة وضح لهم، دقيقة. أنا اللي فهمته إنه معناته المسافة اللي بين الرياض للبصرة 806 لو تصفهم عطورات خط كامل نوصل البصرة، ما نوصل القصيم ولا الشرقية. أوكي، يعني معناته أنت الحين مليونير. الحمد يعني لله. ما شاء الله يعني. يا رب لك الحمد. يعني أقتلك اليوم في البيت. الحين للصبورة وجينا للأرقام التفصيلية. طيب عبد الرحمن، عندنا الآن سنوياً إلى الآن بعنا 180,000 قزازة. ما شاء الله. السنة اللي راحت. بالسنة اللي راحت خلال سنة تقريباً. كم الفلوس؟ يساوي 15 مليون ريال. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يرزقكم. آمين يا ربي. وهذا كلكم شباب فلة وسعة صدر. ما شاء الله تبارك الله. في سنة 15 مليون ريال. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. يا ربي لك. في الشهر تقريبا. طيب حنعطيك إياها بالدقيقة. طيب يلا. الآن كم لك تصور سنابة؟ أبى أكمل دقيقة بسرعة. كل دقيقة و50 ثانية بيع عطر. كل دقيقة و50 ثانية. يعني أنت كم تنام ساعة باليوم؟ 8 ساعات. احسب كل دقيقة 50 ثانية يباع عطر. يا أخي يا الله القسمان فنانين. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. يعني كل دقيقة 50 ثانية عندك عطر. إيه نعم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم يرزقكم. لكم تستاهلون صدق.
طيب الحين عرفت، الحين ما شاء الله تبارك الله دخلكم، عرفت اعماركم، عرفت البراند حقكم كيف ينطق، وعرفت ان عندكم ما شاء الله تبارك 15 مليون سنويا ما شاء الله، الله يرزقكم يا رب. امين امين. طيب الاصل حقكم هذا اللي هو العطر، طيب من وين تجيبونه؟ ممتاز. احنا الان برياض، حلو، نطلع باريس. يلا مشينا، نمشي بمشي معك 15 مليون. الان احنا وصلنا باريس. اسلم. ايه باريس في منظمه عالميه اسمها ايفرا. حلو. ايفرا هذه تجيب لهم الزيت حقك. حلو. تقول يا ايفرا حبايب قلبي افحصوا لي. حلو. يفحصون لك. حلو. ما بدينا براندنا الا 168 منتج ما ينزل بموقعنا الا هو مفحوص من ايفرا بشهادته. اه يعني عندكم شهادات على المنتجات كلها؟ يعني من ايفرا اكبر منظمه عالميه بالعطور. عشان كذا ناجحين انتم ماشيين. ثق 100%. بيض الله وجهكم والله. طبعا عندكم كم عطر قلت لي؟ 168. يعني طب وتخير في الموقع حقه. رح. طيب سؤال، وش لنا في هديه هنا ولا طيب. وش لنا صدق كمتابعين لي؟ ممتاز. بتوفرون توفير مو طبيعي. حلو. اول شيء العطر عندنا ب 99 ريال، اي عطر نيش ديزاينر رخيص غالي ب 99 ريال. اي عطر ب 99 ريال. وقفنا؟ ايه. لا. ايوه وانا اقول ايه كمل. كود بي كي بن قاسم بي كي. حلو. يعطيهم الثاني مجاني. ترى العرض ما سوي دايم. مده كم؟ وش انا ودي 24 ساعه. لا انا ودي خلاص عشان والله عندنا السكر محدود مره. لا انا ودي يصير دبل، معليش، ودي يصير 48 ساعه. انا عارف اسمعني 15 مليون بحاول شوي يعني ناخذ منها شوي. 48 ساعه والله ما زيد شيء خلاص. ايه شوف خليها 48 ساعه هذا واحد. أوكي. الشيء الثاني اللي قلنا تو اللي هو 100 أول مرة تسويها، أول 100 عميل يطلبون بالكود حقك. أي أول 100 أول 100 عميل لهم 100 عطر مجاني. يعني كل عميل له عطر. يعني اطلب مجانا. يعني سم أنا العطر ما عجبني. ممتاز. حق جنروس. ممتاز. ما عجبني. أوكي. أو إنه مو بنفس العطر اللي أنا كنت أبيه. ممتاز. أو إنه مو بنفس العطر اللي عرفت. 50 ريال كيف زي أبو 500 600. صح. طيب أنا بقول كذا أشياء تريحك وأنت ببيتك. قل لي. العطر ما عجبك ريحته. أي. قل لي إيه. حلو انا ما عجبتني ريحته. رجع العطر ما ثبت معك، تقول والله مو ما عجبني الثبات، ما حد الثبات، ما بقول 8 ساعات اسوقها عليك ما عجبك، لو ثبت معك شهرين تقول ابي 4 شهور. حلو. رجع الثالث تقول والله العطر يعني ما ابي. حلو. ما ابي. حلو. رجع مره وانت مطمن. يعني معناته اذا ما عجبني العطر باختصار ارجعه، لا ثبات ولا ريحه ولا شيء، كذا العصر ما تبي ما جاز لي رجع ارجعه مره. بيض الله وجهك.